المهنة مهنة الصيد تعتبر موروث شعبي متوارث من عدة أجيال. من بداية نشأة دبي كان فيها مهنة الغوص ومهنة الصيد، لكن اضطرقت الناس حق مهنة الغوص وحد مهنة الصيد. اللي ثبتوا على مهنة الصيد تراهم نفسهم هم اللي يصيرون مهنة الغوص، واللي يصيرون مهنة الصيد تراهم ثابتين على مهنة الصيد. نحن تورثنا مهنة الغوص ومهنة الصيد عند أبانا، لكني أنا فضلت أني أنا أمارس مهنة الصيد لمتع فيها وفيها صبر وتحمل كبير. لذلك أنا استمريت في هذه المهنة، أني ورثتها عن يد بن يد، وأنا لازلت مستمر فيها، لكن للأسف أبنائي ما كانوا متوجهين لهذه المهنة. والله يا طويل العمر أنا في هذه المهنة تقريبا، يعني الحين تقريبا عمري أنا ما يقارب 49 سنة. أنا من نعومة أظفاري تقريبا من كان عمري 5 سنين كنت مع الوالد، وكنت مع يدي والدتي، كنت دائما نروح معها في البحر. مع التطور العمراني اللي حاصل في دبي، انت لو تلاحظ دبي الان دائما في تطور مستمر، كل ما تيك سنه افضل عن سنه. الشيوخ اللي طول بعمارهم الشيخ محمد اهتمامه كبير بالصيادين ويدعمهم من جميع النواحي، لدرجه ان عملهم رواتب من حكومة دبي على أساس أنهم يحافظ على المهنة هذه ويستمرون فيها. حق كبار السن تعتبر قاعدة راتب تقاعدي، وحق اللي هم مستمرين لهم ما يعملون في البحر ما يعملون غير في البحر عمل لهم رواتب. لذلك هذه المهنة نحن نشوفها في استمرارية، ولو أن في بعض المشاق فيها، لكن حكومة دولة الإمارات وبالذات حكومة دبي مهتمين بهذا، مهتمين بجميع النواحي في مهنة الصيد، بغض النظر عن بعض اللي هي السلبيات اللي موجودة في البحر نتيجة النواحي الأمنية والنواحي التطورات في الشرق الأوسط اللي تحدث في الخليج، لكنهم لا زالوا المواطنين محافظين على هذه المهنة.